مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 واللي كانت فيه ملامح الطقس شتويه خالصه نبدا من نشرتنا بما تم تسجيله من كميات امطار خلال ال 24 ساعه الفارطه وتقلبات جويه اهم ما يميزها بشائر الغيث النافع الامطار اللي كانت متفرقه مواقع تراديه بالشمال بروسطو محليا بالجنوب وغزاره الامطار كانت تهم مناطق اقصى الشمال الغربي كما توقعنا البارح اعلى كميات كانت في تبرقه من ولايه جندوبه 38 ملم كميه لا اهميه في بنفزة من ولايه باجه وصلت الى مستوى 32 اعلى كميه في بنزرت كانت في سجنان 21 ملم بولايه الكاف كميه تراوحت ما بين 8 ل 16 بالسرس على كميه في جهه وطن القبلي كانت في الميده 15 ملم في ولايه زغوان تراوحت كميات من ملم الى 14 بالفحص بولايه سليانه كميه الامتار كانت من 4 ل 13 بالعروسه امتار عموما متفرقه دون 11 ملم في ولايه بن عروس في طبلبه من ولايه المنستير كميات لم تتعدى 10 ملم بمنوبه بتونس السوسه وتالا من ولايه القاسرين أمتار كانت من بين 3 إلى 9 ملم في ولايه المهديه صفاقس كانت من ملم الى 8 وعموما أمتار دون المليمترين في سيدي بوزيد وأمتار محليه في قفصه لم تتعدى المليمتر الوحيد الجديد في طقس اليوم هو الانخفاض المسجل في درجات الحراره تقريبا اليوم كنا معنيين بارقام اقل حتى من المعدات العاديه لشهر ديسمبر حراره ظهرا كانت في مستوى 9 درجات في المرتفعات الغربيه ارقام تراحت من بين 11 ل في بقيه ولايات الشمال والوسط وكانت الاجواء ادفن نسبيا في مناطق الجنوب الارقام من بين ال 15 ل 19 درجه خصوصية تقص اليوم نشوفهم كالعاده من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي واللي حاله سماء هو ظهور سحب احيانا كثيفه خصوصا بالشمال وبالوسط ورافقتها بعض الامطار متفرقة شملت ايضا اجزاء من ولايه صفاقس وهو الرياح هو طلب منا نصيب من اليقظه نحكي على نشاط منخفض للضغط الجوي متواجد على جزيرة صقليه هو في هبات رياح في أغلبها من القطاع الشمالي هي اللي أحساسنا بتراجع في درجات الحرارة تبعا لذلك كانت نشرات تحذيرية ملاحه والصيد البحري باعتبار انه سرعه الرياح كانت في مستوى 50 و60 كيلو في الساعه بالمناطق الساحليه والبحر كان شديد الاضطراب غزاره الامطار ممكن هم أز في جهه الوطن القبلي وبعد ذلك كنا معنيين بعوده مؤشرات الصحو تدريجيا هذا اللي نتوقعه الليله اجواء في اغلبها مغيمه جزئيا على كامل البلاد وطقس برد ابرز ملامح الوضعيه الجويه الليله هو ارقام ودرجات حراره دون العشر درجات في الولايات الداخليه واطفئ نسبيا في المناطق الساحليه نعرفوا دور البحر كمعدل حراري في تلطيف مختلف التغيرات الحراريه درجات الحرارة ليلة تكون من بين 10 إلى 14 درجة في المناطق الساحلية خلال يوم الغد إن شاء الله عودة مؤشرات الهدوء أجواء في أغلبها مغيمة جزئيا بالشمال بعض سحب بالوسط وبالجنوب ومع عودة الفترات المشمسة ممكن سجلوا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كالعادة نقدم لكم قراءة سريعة لدرجات حرارة القصوى المنتظرة ظهر يوم الغد نتوقع صعودها لمستوى 16 في تونس الكبرى 15 في جيت وطن القبلي 16 في زغوان 17 في أقصى الشمال في بنزرت في ربوع الشمال الغربي 15 في باجة 17 في جندوبة 16 بسليانة و14 درجة بالكاف بمناطق الوسط بتالي نتوقع صعود الحراره المستوى 13 درجه أدفع بالقيروان 18 بجهه الساحل 16 بسوسه بالمنستير 17 بالمهديه بصفاقس وبيوزور قرقنا حراره ظهرا في مستوى 18 درجه نتوقع تسجيل 16 بسيدي بوزيد 14 في القصرين اجواء تكون أدفع نسبيا في مناطق الجنوب الغربي بقفصه 16 19 في توزر في قبلي حراره ظهرا في مستوى 19 نتوقع تسجيل 19 في قابس وببقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه حراره ظهرا في مستوى 18 درجه 20 في مدينة 18 بتتاوين و19 برمادا بالنسبه للملاحه والصيد البحري بسواحلنا الشماليه منطقتي سيرات وخليج تونس وصولا لخليج حمات وجهه الساحل الرياح تكون في اغلبها جنوبيه غربيه سرعتها من 15 الى 25 عقده تصل مؤقتا الى 30 والبحر يكون مضطرب الى شديد الاضطراب مع امواج متقاطعه وبمنطقتي الشابه وجربه وصولا الى جرجيس الرياح تكون من القطاع الغربي شماليه غربيه فجنوبيه غربيه سرعتها من 15 الى 20 عقده تصل مؤقتا الى 25 والبحر يكون متموج بسواحل صفاقس جابس ومدنين كالعاده يهمكم فكرة حول حالة الطقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية نوكشوت 29 درجة مؤشرات الأمتار في المغرب الأقصى 18 بالدار البيضاء 18 بالجزائر مع ظهور بعض السحب الطقس يكون صافي في طرابلس وحرارة ظهرا في مستوى و21 درجة بالخرطوم نتوقع تسجيل 32 سحب عامة قليلة بالقاهرة حرارة ظهرا في حدود 23 بالبقاع المقدسة الطقس يكون صافي بالمدينة المنورة 29 30 بمكة المكرمة سماء صافية بالدوحة 30 28 بأبو ظبي 29 في مسقط امطار منتظرة بالكويت وحرارة ظهرا في مستوى 21 درجه فترات مشمسه ببغداد 22 بالشرق الاوسط نتوقع ظهور بعض السحب في دمشق 26 23 في بيروت 18 بالقدس الشريف وباسطنبول نتوقع ظهور مجموعه من السحب العابره حراره في مستوى 17 درجه امطار منتظره في روما 14 درجه اجواء بارده بفيينا 3 درجات 5 ببرلين 7 بكل من امستردام وبروكسل بجنيف 4 درجات مع نزول الامطار 7 بباريس طقس ممطر في مارسيليا 12 وبشبه الجزيره الايبيريه طقس بارد بمدريد وحراره لا تتعدى بورتو درجات و12 بلشبونه مع مؤشرات الامطار تطور الوضع الجوي خلال الايامات القليله القادمه بالنسبه ليوم السبت نتوقع توصل هدوء نسبيا انما مجموعه من التغييرات خصوصا في فتره ما بعد الظهر مؤشرات الامطار عادية في ولايه الشمال واللي تشمل تقريبا الولايات الغربيه للوسط والجنوب فيما يتعلق بالجنوب الحركي الريح تكون في اغلبها من القطاع الجنوبي تبقى قويه قرب السواحل وضعيفه الى داخل البلاد البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال بخليج حمات الساحل مضطرب الى شديد الاضطراب في خليج جابس والحرارة القصوى اجمالا تتراوح من 18 22 درجه تكون في حدود 16 بالمرتفعات خلال يوم الاحد نتوقع انخفاض ملحوظ فيما يتعلق بدرجة الحراره مقارنه بيوم السبت مؤشرات نزول امطار محليه رادية في السواحل الشماليه لبلادنا فيما مع ذلك ظهور بعض السحب تتنقل التيارات الهوائيه التي تكون في اغلبها من القطاع الغربي قويه بالسواحل الشماليه ضعيفه الى معتاده داخل البلاد البحر يكون شديد الاضطراب بالشمال متموج الى مضطرب في بقيه المجالات البحريه مواعيد الشروق والغروب بمدينه تونس اليوم الغد شروق شمس باذن الله يكون في الساعه 7 و دقيقه غروبها في الساعه 5 دقائق لمزيد من المعلومات والارشادات المشاهدات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصه بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tn الموزع الصوتي 88 40 4 صفر وتنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحه الفيسبوك الخاصه بالمعهد اوقات صلاه يوم الغد بمدينه تونس صلاه الصبح بدايه من 5 و44 دقيقه الجمعه منتصف النهار و16 دقيقه صلاه العصر في الساعه 2 و44 دقيقه صلاه المغرب في الساعه 5 و5 دقائق وصلاه العشاء باذن الله في الساعه 6 و35 دقيقه شكرا على حسن المتابعه الى اللقاء